السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ابراهيم دياز وين يقترب من تمثيل المنتخب المغربي، وهذه هي التفاصيل وأكدت تقارير صحيفة يعني اقتراب ابراهيم دياز من تمثيل المنتخب المغربي بعد محاولات قام بها الأخير لتأمين استقطاب النجم ريال مدريد صاحب 24 عام، لاعب يعني خاصة من لاعب مستوى كبير معروف صح، لاعب يعني هذا إبراهيم دياز لاعب اللي غادي يعطي عدة حلول يعني في خط وسط الميدان الهجومي لصالح المنتخب المغربي. وسبق لدياز أن خاض مباراة دولية واحدة بقميص المنتخب الإسباني بتاريخ 8 نوفمبر 2021 ليصبح مؤهل من الناحية القانونية للعب بقميص المغرب مع امتلاكه جنسيتين مغربية وإسبانية سويا، يعني من الحق يلعب. وبدأ إبراهيم دياز مرشح للعودة إلى المنتخب الإسباني خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب تقديمه مستويات مميزة مع ناديه السابق ميلو الإيطالي قبل أن يتوهج بصورة لافتة يعني صحبة ريال مدريد الإسباني، لكن عدم الحصول دياز على أي دعوة رسمية لتمثيل لاروخا دفعه إلى إعادة التفكير في مستقبله الدولي قبل أن يصبح يعني قريبا من الموافقة على عرض المنتخب المغربي ومدربه وليد الركلاكي حسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني لصحيفة موندي ديبورتيفو الكاتالونية ناقلة عن صحيفة الأس الإسبانية. مع ذلك أكدت موندا ديبورتيفو أن اختيار إبراهيم دياز المنتخب المغربي لم يتم رسميا حتى الآن، حيث يمكن للاعب ريال مدريد أن يقرر تمثيل إسبانيا خاصة أن هناك أنباء تشير إلى وجود يعني نجم ميلو ومانشستر سيتي السابق بقائمة المنتخب لويس يعني لمعسكر شهر مارس المقبل الحالي من المقبل. المهم وين شفتوا كيفاش وين نشوفوا بان المنتخب يعني المنتخب المغربي وين دياز يعني غادي يمد يعني الكثير الحلول في خط وسط اذا تم استدعائه ولعب وتمثيل المنتخب المغربي. هي يعني غادي وين غادي تبان في هذه القائمه غادي تبان صحيح زعما يا من غادي تبان. ويستعيد المنتخب الإسباني لخوض مباراتين وديتين أمام كولومبيا والبرازيل يوم 22 و 26 مارس الجاري ضمن تحضيرات الفريقين المشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا اليورو 2024. وفي المقابل سيخوض المنتخب المغرب وديتين أمام أنغولا وموريتانيا يوم 22 و 27 مارس قبل الاستئناف مشوار الفريق بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في شهر جوان القادم. إبراهيم دياز خريج مدرسة ريال مدريد، لعب في بوروسيا دورتموند، هذاك أشرف حكيمي اللي لعب بوروسيا دورتموند، يعني وين راح؟ يعني وين من ريال مدريد إبراهيم دياز راح مانشستر سيتي. 2018 دا معاه الرباعية، دا معاه السوبر، ودا معاه جوج كؤوس محلية، ودا معاه الشامبيونة، ومن بعد راح بانك إعارة للميلون، يعني وصل معاه دا معاه الشامبيونة، وصل معاه دومي فينال، يعني دومي فينال تشامبيونز ليغ، وعاود ولا ريال مدريد، وين راه يلعب؟ يعني راه يلعب بطريقة جميلة هكا. ويذكر أن إبراهيم دياز بدأ الموسم الحالي 2023-2024 لاعب بديل في ريال مدريد قبل أن يتمكن الجناح صاحب الأصول المغربية من فرض نفسه عنصر مهم بتشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خاصة المباراة يعني اللي مركز الهدف الوحيد تاع الشامبيونز ليغ. ويحتل ريال مدريد
الصدارة الترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة من بين 26 مباراة و20 يعني 20 فوز وخمس تعادلات وخسارة واحدة، متقدم بست نقاط على جيرونا الثاني وثمان نقاط كاملة عن برشلونة الثالث. كيفاش؟ والو لازم تشوف يعني احنا بانك ان شاء الله بربي كيما ياسين، مازال حنايا في المنتخب الوطني الجزائري بانك ان شاء الله بربي نشوفوا ياسين عدلي، نشوفوا اوليس، نشوفوا راهو كيسموه رايان شرقي، نشوفوا عويرشيش، نشوفوا كاين لعابه ان شاء الله بربي صاعدين، كاين لعابه في الالمان فانك نزيدو نشوفوهم ان شاء الله بربي، علاش لا؟ ان شاء الله يعني نتمنى فانك تونس، تونس فانك يكونوا عندها لعابه خاطر على كوب دافريك دينا فكره على كاس افريقيا خاصه الاخيره يعني اللي دار في الكوتيوار، لازم ما عندكش هذه تاع من ولا من شوف، لازم يكون عندك منتخب متماسك، مدرب يكون يعرف الخطه التكتيكيه، لازم بزاف صوالح يكونوا عندك، لازم بزاف صوالح يكونوا عندك، هذه هي. هيك نقولوا بلي ودي اليوم وين نشوفوا بان المنتخب يعني المغربي وين المنتخبات العربيه يعني كي تشوف نتايا مصر تونس الجزائر المغرب يعني كيما نقولوا بمستوى اول، تشوف ليبيا تشوف موريتانيا، رغم موريتانيا فازت علينا يعني ما صبحتش المستوى الاول، المستوى يعني مستوى راهي في المستوى الاول يا حسره، فازت على منتخب وطني جزائري ماشي سهله هذه هي. شوف كيفاش وين نقولوا باللي اليوم وين اللاعب يعني اي لاعب يعني وين تشوف اي لاعب اي لاعب يكون عنده كاش نقولوا باللي المنتخبات هادو يعرفوا قيمه، شوف اي لاعب عنده قيمه تاعه، انا نشوف باللي اي لاعب عنده قيمه وتايا كيما هكا تعرف قيمه تاع اللاعب اللي عندك. راني نتفرج فيه قلت لي نتفرج كون نقول لكم باش راني نتفرج ما تأمنوش، راني نتفرج في ابراهيم الكوفرو اللي ماركاه تاع الكوفرو هو والله لا يتفرج والله لا والله بزاف يعطيهم الصحة على بالك، يا ودي الناس هيتان، الناس هيتان، هيتان وصاحبي، هيتان يا حسرة، شو بين ما صليش وجامع الله غالب بعيد علينا الله غالب خويا ماشي سهلة باش تخطف لعاب كيما هذا، والله ما سهلة اسمح لي خويا ماشي سهلة لا، أنا أقولك والله ما سهلة عليهم، أنا أقولك عليك نشوفو أن المنتخب يعني المهم بالبركة عليهم، بالبركة عليهم هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.